طيب، بعد هذا ذكرنا أن القارئ قبل أن يبدأ بالقراءة يستعيذ، يقول أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره من الشيطان خرج عن طاعة الله الرجيم. لماذا سمي بهذا الاسم بالرجيم؟ لأنه يرجم يرمي بني آدم من وجهين، بالشبهات والشهوات. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه يرجم بني آدم، فتستعيذ بالله لا بغيره، والاستعاذة هنا بغير الله شرك أكبر. يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. أو سمي بالرجيم لأنه طرد من رحمة الله، مرجوم أي مطرود من رحمة الله، وصح الجمع بين القولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله، تبسمل الآن. بسم الله هنا جار ومجرور. الجار والمجرور يقول العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة العربية أن الإنسان لا يستطيع أن يقول بالقلم ويسكت، في المسجد ويسكت، صحيح؟ نعم، على الكرسي ويسكت. لابد هناك متعلق، يقول كتبت بالقلم، جلست في المجلس، في المسجد أو على الكرسي، صحيح؟ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل، محذوف متأخر مناسب، متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. متعلق بفعل يعني هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم جملة فعلية لا اسمية. لماذا جعلناها جملة فعلية ولم نجعلها جملة اسمية؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يقول هذا بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل إلى المسجد، بسم الله آكل. نعم، تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، الرحمن على عرش استوى، إثبات لله سبحانه وتعالى، استواء حقيقي لجلاله وعظمته. نعم، إذن قلنا الجار المجرور متعلق بفعل محذوف حذفناه وجعلناه مناسبا، لم نجعل هذا الفعل المحذوف فعل واحد، لا، مناسب حتى تستشعر. يعني لا يمكن أن تكون الجملة بسم الله أبدأ، هو ما يستشعر لا، لكن هنا أقول بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أدخل إلى دورة المياه مثلا، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، يستشعر، جعلناه مناسب حتى يستشعر. جار مجرور متعلق بفعل محذوف متأخر. لماذا متأخر؟ لماذا لا نقدم الفعل؟ قلنا جلست في المسجد. لماذا ما نقدم الفعل؟ أخرنا الفعل وقدمنا بسم الله، بسم الله أتوضأ، حتى لا تقدم على اسم الله شيء، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. نعم. الثاني، إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. يأتينا الآن في الفاتحة تقول إياك نعبد، قدمت المعمول على العامل، تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، لكن عندما قدمنا لله لا لغيره حصر. فعل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. تقول بسم الله، الله، الله هو المألوه أي المعبود، محبة وتعظيما، خوف ورجاء. أو أن اسم الله سبحانه وتعالى هذا لم يسمى بأحد، لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. الله مرجع لكل الأسماء. تقول قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. عند النداء
في الله لا تحذف الألف واللام أصلية. اسمع معي، تقول يا حي يا قيوم، صح؟ تحذف الألف واللام من الحي والقيوم. أما عندما تقول يا الله لا تحذف الألف واللام. إذن عندنا في لفظ الجلالة الله أمور خمسة: هو المألوه المعبود محبة وتعظيما. قيل أن اسم الله الأعظم، لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، الألف واللام لا تحذف عند النداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة العامة بكل الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمن صفته والرحيم فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد هذا تقرأ هذه السورة، أي سورة الفاتحة، تسمى بأسماء، من أسمائها سورة الفاتحة. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ سميت بالفاتحة لماذا؟ افتتح بها المصحف، يفتتح بها المصلي الصلاة، يفتتح بها الخطباء. الخطيب الآن عندما يصعد ويخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم، كذلك إن الحمد لله قريب من سورة الفاتحة. وتسمى أم الكتاب، أم القرآن. ما معنى هذا؟ كل ما في القرآن موجود في هذه السورة: التوحيد، التحذير من الشرك، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة، النار، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التحذير من الضلال، التحذير من مشابهة المشركين، التحذير من الفرق الضالة، الاجتماع وعدم الفرقة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، الجمع بين الشرع والقدر. كل ما في القرآن في هذه السورة، ولهذا تسمى أم القرآن، أم الكتاب. السبع المثاني، لأن من سبع آيات. والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، تسمى أيضا بماذا؟ تسمى الرقية. قال: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الصلاة كما ذكرنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، هذه السورة يذكر فيها العلماء رحمهم الله تعالى يعني أشياء كثيرة جدا. قد تقول يعني من أين تأتي هذه الأشياء ومن أين تأتي هذه بركة القرآن. يعني مثلا عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية واحدة استنبط منها هذه الآية العلماء فوائد كثيرة. بل لا يوجد كتاب مؤلف في الأسماء والصفات إلا ولابد فيه هذه الآية. أي نعم. طيب، تقول الحمد، أي كل المحامد لله، للاستغراق، كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله ليس كجنس الحمد لغير الله. لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله لا لغيره. وإذا قال العبد الحمد لله، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، لا الثناء. لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. الحمد لله رب، الله هو الرب. وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده تربية لما يقوم به البدن، وتربية لما يقوم به الروح، وهذا أعلى تربية.
تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أسأل الله يجعلني وياكم منهم. تربية لما يقوم به البدن، ماذا؟ خلق الخلق ورزق الخلق، الخلق والرزق، هذا تربية. وتربية إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه أعظم تربية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، إذا كان هو الرب لابد أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ قال الذي خلقكم. إذا كان هو الخالق إذن هو الرب، وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد. تقول الحمد لله، أنا أحمد الله، لماذا؟ لأنه هو الرب. كأنك تقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق، فالخالق هو المستحق للعبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الحمد لله لماذا؟ لأنه هو رب العالمين. رب العالمين، ما سوى الله، كل ما سوى الله مخلوق، إذا ما يوجد خالق إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذا فيه أن الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. وذكرنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة الخاصة، صفته فعله الرحمن الرحيم. مالكي، وفي قراءة ملكي يوم الدين، ويصح أن يقرأ الإمام مر بهذا ومر بهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك ومالك. قد يكون عندنا ملك من ملوك الدنيا، لكن هذا الملك ناقص. قد يكون ملك ولا مال لديه، نعم صحيح دولة فقيرة، وقد يكون له مال لكن ليس بملك. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن ليس كملوك الدنيا، ملك تام، نعم، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، فالله ملك ومالك يوم الدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. على العمل إن الدين عند الله الإسلام. وملك يوم الدين على الجزاء، يوم الجزاء والحساب. طيب الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين وكل الأيام، صحيح؟ أي نعم، الأيام خمسة، الأيام خمسة إجمالا، يوم في العدم قبل أن تخلق، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاعتبار على أنه آخر الأيام الخمسة، هذا اليوم يوم الدين. لماذا خص هذا اليوم بالذكر، اليوم الآخر، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين؟ لأن هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فيه الجزاء والحساب. إذن هذا فيه التحذير من الجزاء والحساب، أن هناك جزاء وحساب، إذن لابد أن نعمل. إذن هذا معناه أن هذه الدنيا ليست دار عمل، لا، ليست دار جزاء، هي دار عمل. والآخرة ليست دار عمل، هي دار جزاء، بخلاف ما يظن بعض الناس، يريد الدنيا دار جزاء. يقرأ الفاتحة، نعم، إذن لابد يفهم أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، إذن لابد يستعد، يحتار. نعم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مجدني عبدي. نعم، هذا هو القسم الأول من السورة. نريد أن نقسم السورة على ثلاثة أقسام، نعم، في الحديث على قسمين، نرجع الحديث ولا نتعدى الحديث، لا إشكال، لكن نعتبر هذا قسم وهو التوحيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، انتهينا من القسم الأول. ثم تقول ماذا؟ إياك أعبد. الأصل أن تقول إياك أعبد أنا وحدي، صحيح.
الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد. الأصل أن تقول هذا. لماذا كانت الآية إياك نعبد؟ لماذا؟ حتى تعلم أن من الأمور التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع، كأنك تقول نجتمع يا رب على عبادتك ولا نتفرق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. عندما يقرأ الإمام يصلي يقول إياك نعبد، صادق، نجتمع يا رب على عبادتك. إذن لابد من الاجتماع للافتراق. إذن هذه السورة فيها وجوب اجتماع الأمة على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى 73 فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة. الدليل: إياك نعبد، نجتمع يا رب على عبادتك، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، نجتمع على شريعة واحدة، نعم، نجتمع على رسول واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، صلاة واحدة، نعم، معتقد واحد، إياك نعبد. وقلنا هنا قدم المعمول على العامل، الأصل أن يقول نعبدك، قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله. إذا من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك شركا أكبر. نعم، كل من صرف شيئا من العبادة لغيرها فهو مشرك كافر. والدليل إياك نعبد. تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر، لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه الجمع بين الشرع والقدر، ورد على الجبرية والقدرية. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك تقول فاعبده وتوكل عليه، تقول أجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وعلم كل شيء، ومع هذا أعمل، أجمع بين العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. تقول يا رب أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علمت كل شيء يا رب، وكتبت في اللوح المحفوظ ما هو كائن، ومع هذا أعمل وأحسن الظن فيك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هنا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول يا رب أجمع بين العبادة والاستعانة، لا أكون من الجبرية ولا أكون من القدرية، لا أنكر القضاء والقدر، أؤمن بالقضاء والقدر وأعمل وأجمع بين الشرع والقدر. خلي هذا بالله. فأجمع بين الشرع والقدر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصف كتاب التدمرية في هذا، في إياك نعبد وإياك نستعين، نصف كتاب جمع بين الشرع والقدر. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. لو ترفع هذه. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نجمع بين العبادة والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. متى جاء الدعاء؟ هنا. بعد ماذا؟ إذن من أسباب إجابة الدعاء، من المستحبات في الدعاء ماذا؟ الثناء على الله، توحيد الله أولا قبل الدعاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي نعم، تؤمن بالقضاء والقدر، نعم، تحسن الظن في الله. ولهذا جاء هنا الدعاء بعد الثناء على الله، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد الافتقار إلى الله، بعد الجمع بين الشرع والقدر. الآن يأتي الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تدبرت وتأملت الدعاء، وجدت أن أفضل دعاء في القرآن، وأفضل دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، هذا أفضل دعاء. اهدنا، هل الهداية هنا؟ نحن نعرف أن الهداية تنقسم إلى هدايتين:
هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. دلالة وإرشاد تبيين وتوضيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أحد من بعده أصلا، إذا كان لا يملكها غير من باب أولى. هداية التوفيق، الدخول أو الخروج من هذا الدين، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أي هداية تريد هنا؟ هل تريد هداية الدلالة والإرشاد أو تريد هداية التوفيق؟ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا أردت هداية الدلالة والإرشاد هذا معناه أنك تريد أن تكون كاليهود، تعلموا ولم يعملوا. وإذا أردت هداية التوفيق دون الدلالة والإرشاد تريد أن تكون كالنصارى. إذن أي هداية أريد؟ هداية الدلالة والإرشاد أن يدلني الله على الطريق المستقيم ويوفقني إلى سلوكي. إذن أطلب هدايتين، دلني ووفقني إلى سلوكي. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. أين في السنة اهدني وسددني؟ في القرآن أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، مفهوم؟ أي نعم. اهدنا الصراط، صراط مهيئ مذلل واسع مستقيم. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الطرق هو الطريق المستقيم. صراط من؟ الصراط يضاف إلى الله سبحانه، لأنه هو الذي وضعه لنا، صراط الله. أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض العلماء يقول هذه الآية فيها الإشارة إلى خلافة الصديق، فيها الإشارة إلى خلافة في الفاتحة. أين؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقين، إذن المرتبة الثانية الصديقين، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه. إذا هذا فيه فضيلة فضل الصديق والإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا الصراط يضاف إلى الله إنه الذي وضعه لنا كما قال سبحانه وتعالى صراط الله، أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم. ثم هنا بيّن الله سبحانه وتعالى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عليه السلف الصالح. ثم التحذير والاستعاذة من أن نكون من الفرق الضالة. إذن حذر من الفرق الضالة، حذر من اليهود، من النصارى. إذن هذه السورة فيها أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كفر كفرا أكبر، كائنا من كان، يهودي نصراني مجوسي. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أؤمن به يهودي ولا نصراني، ثم لا والله، قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، إذن دين باطل، من الذين أوتوا الكتاب يهود ونصارى، توراة وإنجيل، نسخت كل شريعة كانت قبل، غير المغضوب عليهم. نحذر أن نكون من هؤلاء. إذن حذرنا الله من الفرق الضالة، حذرنا أن نقع في غضب الله، غير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم. نعم، غير المغضوب عليهم اليهود ومن وافقهم، تعلموا ولم يعملوا. فيه التحذير من ترك العمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن.
هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ولا الضالين الذين ضلوا عملوا بلا علم. فكل من يعمل بلا علم يقع في هذه الآية، وافق النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن التأمين، قول آمين ليس من الفاتحة، ولهذا لا تكتب آمين في المصاحف. ولم يثبت التأمين أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة، يعني هذا يقرأ في غير الصلاة الفاتحة لا يؤمن، يؤمن فقط في الصلاة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يؤمن في غير الصلاة يطالب بالدليل. وبإجماع الأمة أن التأمين ليس من الفاتحة. تقول آمين أي اللهم استجب، أي اللهم استجب، هذا أقل ما يقال في تفسير هذه السورة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هل نحن عندما نقرأ هذه السورة نتدبر هذه المعاني أو شيء منها؟ في الغالب لا، لو تدبرنا لحصل لنا خير كبير. إذن هذه السورة 7 مثاني وفيها كل ما في القرآن، حتى ذكرنا لكم أن فيها إشارة لخلافة الصديق، أنواع التوحيد 3، مستحبات الدعاء، الثناء على الله، توحيد الربوبية موجب لتوحيد الألوهية، نعم، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، الجمع بين الشرع والقدر، التحذير من الفرق الضالة، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، الاجتماع على الافتراق، الإيمان بالقضاء القدر، مراتب الإيمان بالقضاء القدر 4، كفر من صرف شيئا من العبادة لغير الله، وفيها وفيها. تتعب وتخرج فوائد من هذه السورة لا تنتهي. أركان الإسلام، الإيمان، الإحسان، كل هذا موجود في هذه السورة. فنتأمل ونتدبر، ماذا نصنع؟ من اليوم تبدأ وانت تقرأ الفاتحة تستشعر، وانت ماشي تقرأ وتستحضر، تسمع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وتبدأ تسأل. لأن من أسباب تذكر العلم السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. مفهوم السؤال والجواب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ بهذه الأمور حتى نغير مجالسنا الآن، يعني نستطيع في مجلس كما الآن، يعني قد يعني تقول ممكن 1/4 ساعة فسرنا الفاتحة الحمد لله، نستحضر نراجع، تثبت عندنا تفسير الفاتحة، ثم بعد هذا تمشي.